الولاد السلام عليكم وطول بو بينا صحيبي، ان شاء الله تكونوا ملاح وبخير وعلى خير. نحن في الادغال مع زقزقه العندليب الروسينيول كما تسمعون، جو مشمس. جينا نحكي لكم اليوم على الكواغطا الطاليان. ناس بزاف تبعث لي في لي ميساج كاش كواغطا الطاليان راهم يسمعوا هذه الايام. كواغطا الطاليان كواغطا الطاليان كواغطا الطاليان، هاني ديك خطره شفت روبورتاج كون بارازال عندها واحد 3 ايام، 3 ايام سنين ولا 3 هذه اللي فاتت، شفت روبورتاج في تيافا يحكيو على طلاين راهم حابين يسويو الوضعيه للحراق اللي في الطليان. كاين داروا الاحصائيات لقاو حوالي 600 ألف حراق عايش في فرنسا، 600 ألف حراق. وزيره الفلاحه تاعهم مرا هضرت قالت لازم نسوي وضعيه للحراقه هذو باش يخدموا في الفلاحه، لانه المحصول الفلاحي تاع الطليان راهو في خطر، راهو ما كانش بكاي واحد المدن ما لقاوش الخدامه، ما لقاوش شكون ينحي لهم المحصول طوماطيش والقرعة والصوالح هذو وكاي داخل الفاكهه. سي بور سا صارت ضجه اعلاميه، قال لك لازم نسوي الوضعيه. لحد الان الرئيس الطلياني مازال ما قال والو، راهم يهضروا كيما هضروا هنا في فرنسا على القضيه هذه تاع الفلاحه واسبانيا، مازال ما صرا والو في الطليان لحد الان، راهم يهضروا هكذا. واش صرا؟ علاش صرات هذه الضجه؟ لانه علاش كاين بزاف فلاحين يجوا من خارج ايطاليا، يجيبوهم بالكونترا تاع الخدمه، يعطيو لهم كونترا تاع عام ويعاودوا يولوا لبلدانهم، وكي تحاجهم يعاودوا يرجعوهم، تسمى يبقاو يخدموا بهم بالعام. كيما هنا في فرنسا، فرنسا يجيبوا الفلاحين من المغرب يجوا يخدموا هنا 6 شهور يعاودوا يولوا لبلادهم، يريحوا 6 شهور يعاودوا يجيبوهم وهي رايحه. في الطليان كيف كيف، ولكن مع كورونا هذه ولاو خايفين، قال لك ما نجيبوش حنا من برا، خافوا المرض. وزيد كاين بعض المدن يخدموا فيهم بزاف بولونيين والرومانيين والبلغار، هذو 3 بلدان هذو في الدول الاوروبيه، هذو يخدموا ريغلو بكواغطهم لانهم داخلين في الاوروب. هذو نهار اللي دخلت كورونا بها في ايطاليا، هذو العباد هذو 3 دول الناس اللي يسكنوا في هذه الدول هذه عطاوها، خربوا من ايطاليا خافوا يموتوا كورونا، داو قشهم عطاوها لابولون ولا روماني، دونك ما لقاوش خدامه. ما كاش لابولون كاين بقوه في الالمان، في ايطاليا لابولون والرومان وكاين بقوه في ايطاليا والبلغار. هيا كي زدمت كورونا هادو راحوا لبلدانهم وخلاو سمحوا في خدمتهم، سمحوا في كلش، حتى تروح كورونا يحبوا يولوا. هيا دوكا وقت الفلاحه وقت القليع كيما نقولوا حنايا ما يلقاوش، عام حاصلين جات الكورونا ما يقدروا يجيبوا من برا، طيارات ما كاش، وهذوك الاوروب دولاس راحوا لبلدانهم ما حبوش يولوا. واش قال لك؟ قال لك لازم نخدموا الكوارت الحراقه باش ينحوا لنا هذا المحصول الفلاحي اللي راهو جاي، لانه محصول فلاحي في الطليان راهو في خطر، ماشي كاع، مي حوالي الحساب واش سمعت انا واش فهمت حوالي 30 ل 40%، يعني راهو في خطر هكذا. ايا دوكا حابين يسويو الوضعيه الحراقه باش يروحو يخدمو في الفلاحه، لانه علاش دايرين هكذا؟ باسكو هما على بالهم بلي الكونترا ما تقدرش تشريها من عند واحد عنده ريستورون ولا بيتزيريا. الاغلبيه تاع الناس اللي تخدم الكواطا في الطليان يشيو الكونترا من عند الفلاحين، يبيع لك كونترا 2000 اورو ولا 1500 اورو تروح تدفع بها. طبعا لازم بروفا بلي راك عايش في طليان، لان ننصح خاوتي اللي راهم حابين يروحوا لطليان وعندهم معارفهم في ايطاليا من دوك يكونتاكتيهم، يعطي له اسم ولقب ودات دو نيسونس تاعو باش يدير لك بروفا في طليان. انا ما ننصحكش تروح، الحدود مغلوقه يحكموك، الحدود مغلوقه، الناس اللي راهي عايشه في اوروبا يتعرف في الكود بلا ما ندخلوا في لي ديتاي. هذه حاجه ثانيه، والكونترات شريها حوالي 2000 اورو. انا صحابي في 2012 خدموا كواغطهم شراوها واقيله 2000، كل واحد شحال يبيعها لك وانت وزهرك في منطح 1500 اورو. كاين اللي يديرها لك باطل، يا كان ولد عمك ولا صاحبك راك فاهم، تشري كونترا تاع فلاحه وزيد هذيك البروفا تروح تدفع يعطيو لك كونترا تاع الكارطه تاع العام رينوفلاب تتعاود. مي كي تروح تعاودها لازم كونترا واحد اخرى، الا ما عندكش كونترا راك في الدونجي، كواطك كوب يفحتوهم لك. هذا واش صرا في ايطاليا لحد الان، ما كاش كواغط، ما تنخلعوش، ما تبداوش تروحوا وتجوا الطليان وتبدا تخمم، ما صرا والو غير كش ما يصرا ولا راني نقول خاوتي، وعندي معارف في الطليان صحابي كذا منهم يقولوا لي مثلا هكذا. خاوتي هذا واش صرا بالضبط في ايطاليا، انا حكيت لكم باختصار بلا ما، والرابط تاع المقال اللي قريته انا اليوم صباح في الجورنال راهو في برومي كومونتير، ما قريتوش اليوم قريته له البارح في برومي كومونتير، والروبورتاج حوست عليه ما لقيتوش في فرونس 2. هكذا خاوتي اتهلاو في رواحكم، وهذا واش صرا في ايطاليا، وان شاء الله يفتحوا الكواغط هذو، مانيش عارف كيف يسموهم بالطلياني نسيت. هذا الكواغط هذا يشمل كاع الحراق اللي حل، اي حراق يعطي له كواغط، المهم يكون عندك كونترا تاع خدمه. هذا واش صرا نسيت واسمو هذا
قانون. تهلاو في رواحكم وتحياتي مع الدبابة، وإلى اللقاء، شوفوكم، سلام عليكم.